الوحدة الوطنية أهم مقومات استقرار الدول وأمنها، لكونها ضمانا لتعايش الشعوب بسلام وأمان، وقطعا لطريق مسببات التفرقة والفتن. مسلمات يعبر سكان مدينة واديبو عن ضرورة الحفاظ عليها بتنوع مثل على مر العصور، تجسيدا لدوام الوئام ومصدر ثراء اجتماعي وثقافي. من واديبو، من قبال سكان واديبو، احنا هذو اللي نراو اللي قالوا الامن واستدبابه وحاله ووضعيته، لانه رمز كبير، ولنا تآوي اللي قالوا وحدتنا كاملين، ولنا نعود نركزوا لان اللي قالوا وحدتنا هو والغايه، هو الوسيله، هو الهدف. ماده متوحده كل الاراقي اللي دور تتخطاها، وماده متلاشيه لا تصبح لاكي هذا الشيء اللي في زرورته كامل اللي ترأي فيه. وذاك ظل انه بعد ما محمود عقباه وظل وضعيته بعد ما فيها فايده. اول ما يجيبوا يا ريت الشعب الموريتاني يعرف انه يعود شعب واعي ويحافظ على البلد. البلد هو اهم شيء عندنا، البلد. البلد ما في اللحمه الوطنيه، يعود الناس كلها خوه طايح له الجناح ما بينه، هذا ما يقدر يقاج، ما تقدر دوله تتقدم. دوله تدود فيها التخلفات، متخلف لا متخلف لا، هذا ما يخدمنا ولا يصلح البلد ولا ندوره. نحن شعب واحد بمختلف مكوناتنا الاجتماعية المتنوعة، ولا نسمح لدعاة التفرقة بالتمييز وإثارة النعرات بيننا. نتمنى دوام أمني ووحدتي واستقرار وطننا العزيز. ويؤكد المواطنون هنا ضرورة تجسيد اللحمة الوطنية والتعاون بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني، والوقوف دون كل المحاولات التي يسعى أصحابها إلى تأليب بعض مكونات المجتمع على الأخرى وتأجيج نار الحقد والتفرقة. الوحدة الوطنية، نحن الموريتانيين كامل واحد، ما فينا أي ضاق ولا فينا أي رقاج، ما عنده خو خضر ولا خو صفار ولا خو دخان. ذوك النوع من الأمور اللي الناس اللي هامة تفرق الشعب الموريتاني بأموره هي الخاصة، حنا ما نقابلينه راجع من عند مولانا، لا الناس يهديهم مولانا ويعرفوا على نحن كاملين واحد، أبيضنا وأخضرنا وأصفرنا واحد، وخاصة هذه المدينة اللي قالها مدينة نواديبو عايشين فيها كاملين، لو الابيض يكلم على كحل ولا كحل يكلم على اصفر، والناس كامله واحد، وياك التفرقه ما بين عنها. نختار نقول عن هذا اللي قال الوحده الوطنيه انه لابد منه، وانه مهم في نفس الوقت. احنا نعرف الله اخوتنا كاملين، بلاد واحده كاملين، كنا يظل عند الثاني وكنا يتعشى عند الثاني ومرقب عند الثاني، وهي العقليه ما هي عندنا الحمد لله. لابد نعرف عنها، وهذا مهم عندنا الحمد لله. ولا نقدر نصيبه عند الوحده الوطنيه مهما كان، ولا يقدر يغيرنا اي رقاش يسمع لا. فهمت الحقيقه؟ يعني ما قد حد يغيرنا، يعني تبوا لا خوت واحباب وذا كامل. احنا اعطانا مولانا مده واحده وخير تسموا لا مده واحده ونعسهم التفرقه. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كتابنا واحد وشريعتنا واحده ورسولنا واحد. على اي التفرقه الاخرين اللي شي من الناس يدعي لها لا خير فيها. خير نتموا مدة ونخلوا عنها التفرقة ونعتبروا هذه الدول اللي مرقبنا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله. معناها أخيرا نتموا متوحدين وأخوت. ويجمع من التقينا بهم على أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعمل على المحافظة عليهما وتعزيزهما. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة واديبو.